اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم. انا ضحى، معاكم ضحى نجاح. النهارده 25 يناير، كل سنه وانتم طيبين جميعا. النهارده الذكرى 69 لعيد الشرطه والذكرى العاشره لثوره يناير بما لها وما عليها، فهي ثوره. كنا ممكن نعرف شويه ايه هو سبب تسميه 25 يناير بعيد الشرطه، فعشان نعرف القصه اكتر هنطلع الفيديو ده ونرجع تاني. من أكتر من 60 سنة، وبالتحديد يوم الجمعة 25 يناير سنة 1952، وبتحديد أكتر كان الفجر من اليوم ده، اتحركت قوات المحتل البريطاني. كانوا تقريباً 7000 ضابط وجندي ومعاهم عشرات الدبابات والعربيات المدرعة ومدافع الميدان وعربيات اللاسلكي رايحين في اتجاه محافظة الإسماعيلية. دخلوا المحافظة لحد ما وصلوا لمقر محافظة الإسماعيلية وسكنت بلوكات النظام، وده كان المبنى اللي جنبها. مشهد رهيب. المحتل متفطرس قرر أن يقمع انتفاضة شعب رافض للاحتلال ورافض لمعاهدة 1936 المذلة، المعاهدة اللي ألغاها مصطفى باشا النحاس رئيس وزراء مصر في الوقت ده استجابة لمطالب الشعب المصري، واللي بإلغائها فتح الباب لصراع بين شعب رافض يدفع ثمن الغلاء لمصالح المحتل وبين المحتل اللي رافض يتنازل عن مكاسبه زيه زي أي مستعمر. آلاف من جنود الاحتلال في مواجهة مع 850 ضابط وجندي مصري ما معهمش إلا الأسلحة الخفيفة ومتحصرين داخل المبنيين. الساعة 6 الصبح بالظبط وصل قائد قوات الاحتلال البريطاني الجنرال إكس هام، وفورا وجه انذار للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال في الوقت ده بانه على جميع قوات الشرطه المصريه وبلوكات النظام ان هم يسلموا اسلحتهم والرحيل عن منطقه القناه فورا، وفي حاله عدم الاستجابه هيتم استخدام القوه. على الفور اتصل اللواء احمد رائف قائد بلوكات النظام ومعاه علي حلمي وكيل المحافظة وفؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية في الوقت ده في بيته في القاهرة، وكان رد عليهم يقتلوا حتى آخر رجل وآخر طلقة، وقال لهم القوة بالقوة. الساعة 7 الصبح بدأت المكسرة، انطلقت مدافع الميدان بتدك المبنيين ورجال الشرطة المصرية بيردوا بالأسلحة الخفيفة اللي معاهم. سقط شهداء وجرحى ولم تتوقف مقاومة رجال الشرطة، وفجأة أوقف الجنرال البريطاني القصف ووجه إنذاره الثاني، قال لهم الاستسلام أو مواصلة القصف. الرد أدهش الجنرال لما جاله من ضابط صغير في السن وطني ومتحمس، النقيب مصطفى رفعت اللي صرخ في وشه وقال له مش هتستلموا مننا إلا جثة هامدة. نفذ الإنجليز التهديد وأصر رجال الشرطة المصرية على المقاومة وعدم الاستسلام، أصلها معركة شرف وكرامة وعرض وأرض. استمروا في المقاومة واستمر المحتل في القصف. خلصت الذخيرة من إيد المصريين، وكانت المحصلة 50 شهيد من رجال الشرطة المصرية و80 مصاب. أما جنود الاحتلال فكان عندهم 13 قتيل و12 مصاب. باقي القوة من رجال الشرطة المصرية تم أسرهم وأفرج عنهم بعد كده في فبراير من نفس السنة. ومن الوقت ده وتخليد لبطولات هؤلاء الرجال وتخليد لأرواح الشهداء تم اعتبار 25 يناير هو عيد للشرطة المصرية. الشرطة المصرية اللي قال عنها الجنرال الإنجليزي بعد انتهاء المعركة: لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فمن واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنود.
على الشرطة وكل الأعمال. ورجعنا لكم تاني بعد الفيديو التعريفي بعيد الشرطة المجيد وسبب تسمية 25 يناير بعيد الشرطة. وربنا يرحم بجد شهدائنا اللي استشهدوا في اليوم ده، 50 شهيدا و80 إصابة 80 آخرين. كل اللي حابة أقوله إن المجتمع الناجح بيستمر في نجاحه طالما أصغر وأكثر أفراده بيحسوا بالأمان. الأمان ده هو اللي بيزود الشعور بالامتنان. النهاردة في حلقتنا عن عيد الشرطة وعيد الثورة والأمان والأمن في الدولة، معنا ضيفنا المستشار رمضان عزام المحاضر الدولي لحقوق الإنسان لضباط الشرطة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. النهاردة العيد القومي لضباط الشرطة، العيد 69. تحب تقول إيه بالمناسبة دي؟ نقول النهاردة عيد مصر، عيد لمصر والمصريين وللشرطة المصرية وقيادات الأمن المصرية وزعيم مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودليل انه يوم مصر الرئيس راح لهم اكاديمية الشرطة واحتفل بيهم واحتفل بالطلبة الجدد واحتفل بشباب مصر الصاعد الواعد اللي هو تمنى يدخل كلية الشرطة ودخل وحضر تمريناتهم، دليل ان مصر عينها قائدها وشرطتها سايرة على امن وامان المجتمع المصري. لان المجتمع المصري دي ارض ربنا حماها وربنا جعلها في القرآن وذكرها في القرآن في مواضع كتير جدا، يعني 5 مرات إشارة، 27 مباشر، 27 إشارة، أرض يعني ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدي أرض الأمن والأمان، ودايما جنود مصر من الشرطة والجيش هم الأمن. ولما الرسول هتلر قال الدنيا جندي مصري أو راجل مصري ونغزو العالم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا فإنهم خير أجناد الأرض. ليه يا رسول الله؟ لأنهم في رباط إلى يوم الدين. الشرطي المصري ابن مصر، ابن الطين المصري، ابن الأرض المصرية، ما بيخافش، ما بيهموش أي شيء، كل هدفه الله، الوطن، الشهادة، مصر، هدفه مصر، دايما بيبص لمصر، ما بيبصش لحاجة تانية غير مصر. بدليل لما بنيجي طالب الثانوية العامة لما بيجي التقدم لكلية الشرطة بنلاقي آلاف من المصريين مؤلفة عايزين يدخلوا كلية الشرطة، عايزين ينالوا شرف الشرطة والجندية المصرية، إنه يكون راجل أمن مصري سواء شرطة أو جيش، لأن الشرطة والجيش الاتنين إيد واحدة، يد يعني دايما الشرطة والجيش. احنا النهاردة في ملحمة كبيرة، مصر في ملحمة كبيرة، ملحمة تعمير، ملحمة بناء دولة جديدة حديثة، ملحمة أمن بنحارب إرهاب في سيناء، في الشرق المتوسط بنحارب تركيا وغير ذلك. الموضوع ده كنت عايز أعرف حضرتك، اكيد الشرطه ليها دور قوي جدا بجانب الجيش في محاربه الارهاب داخل وخارج مصر، فعلى حتى على الحدود ابسط المثال، فايه اكبر انجازات وبطولات الشرطه على الحدود؟ اخر حاجه الضربات الكبيره اللي الشرطه وجهتها للعناصر الاجراميه اللي بتعبر الحدود المصريه، جهاز الاجهزه المصريه، اجهزه الامن المصريه ساهره على كل شيء، بتقدر ان هي تكتشف كل العناصر الارهابيه اللي بتغلق حدود، العناصر الارهابيه في الداخل، التشكيلات العصابيه الكبيره اللي شكلت ضد مصر في الفتره السابقه، وبتقدر واحده واحده تقدر تصفي كل هذه الجيوب الامنيه الخطره على الامن المصري. والهدف من ده ايه؟ ان المواطن المصري يعيش في امن وامان ويكون في امن نايم والشرطه سهرنا في الشارع. بدليل لما جه 25 يناير كنا احنا في بيوتنا خايفين، اتشكلت ناس من الامن عشان تحمي المواطنين، اما لما رجعت الشرطه بقوتها وعظمتها وامكانياتها بدا الشارع يحس يعني يشعر بالامن والامان. فبنقول النهارده عيد الشرطه ليه؟ النهارده عيد مصر كلها، مش عيد الشرطه بس، لو عيد المصريين، لان ربنا قال لي إلي الاف قريش الافهم رحلات الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فالامن هو سبب الرزق، انت ما تكون امن نايم امن مطمئن في ليلتك في ليلك هتصبح الصبح تروح شغلك بقوه ونشاط وعزيمه. هو فعلا الامان هو العتبه الاولى للازدهار والتقدم. الامان هو بدايه التقدم الاقتصادي والازدهار الامن فيه كل، لو احنا بصينا على المجتمع على الحاله النفسيه لاي انسان، لو انسان امن في بيته، امن في مكانه، امن في طريقه، بيمشي بامن وبامان، يبقى الحاله النفسيه كويسه، وطالما ان الحاله النفسيه كويسه وهو شاعر بالامن عمره ما هيشعر باي خوف اطلاقا.
طيب سيادة المستشار، الأمن الوطني إيه مدى فعاليته أو ممكن نقول جهوزيته أو استعداده لمواجهة الجماعات التكفيرية والإرهابية؟ قد إيه بيقدر يعني يرصد هذه الجماعات قبل ما تعمل أي حاجة أصلا؟ الأمن الوطني جهاز الشرطة الأمني الداخلي، الأمني اللي محدش بيعرفه، اللي هو سهران، اللي هو منتشر بين كل الأماكن، اللي بيعرف كل المخططات الإرهابية والإجرامية ضد مصر وضد أمن البلد وضد وحدتها الوطنية. الأمن الوطني دايما برجالته وعلمهم وثقافتهم وخبرتهم الأمنية الكبيرة بيكون عنده دايما فكر في كل مكان موجود، بيعرف مين رجالته في كل بتخترق كل مكان. ولذلك الأمن الوطني ومن أجهزة الأمن والأمان لمصر، ومصر دايما ومصر الأجهزة الأمنية كلها المصرية دايما ساهرة على أمن الوطن. الأمن الوطني مع باقي الأجهزة بيقدروا إن هم يسهروا ويعرفوا كل شيء، يعرفوا كل المخططات اللي جاية ضد البلد واللي بتحاك بالبلد وكل مؤامرات ضد البلد في كل الأماكن، وبنقدر بكده ننجح والسفينة تمشي وتطلع لبر الأمان. طيب وزارة الداخلية كأي مؤسسة لازم تكون تتبع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فهي أجندة وزارة الداخلية لحقوق الإنسان في تطبيقها على المواطنين؟ ما هو اللي بياخد حقوق الإنسان ذريعة. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، المنظمات اللي هي بتاع حقوق الإنسان دي كلها منظمات مأجورة بتشتغل بأهداف وأجندات ضد مصر تحديدا، لأن مصر بالنسبة للمنطقة العربية عمود الخيمة، ولو عمود الخيمة وقعت وقعت كلها، لو مصر وقعت وقعت المنطقة العربية كلها. ولذلك حقوق الإنسان عندنا ليست محترة بدليل، أصل حقوق الإنسان ما هو إيه حقوق الإنسان؟ أنا حقي إيه؟ حقي كإنسان زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في مؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي، ما هم مش عارفين أهل مكة أدرى بشعبها، إحنا عارفين شعبنا وعارفين بلدنا وعارفين نظام بلدنا إزاي وماشية إزاي. حقوق الإنسان المسكن الآمن، يعني بدل ما نقعد خمسة في شقة أو خمسة في أوضة زي ما كان قبل كده العشوائيات اللي الرئيس طورها وعملها وعمل لكل واحد شقته المستقل، ما ده حق من حقوق الإنسان. لما الرئيس يعالج فيروس سي مش ده حق من حقوق الإنسان، لما يبدأ يكشف على السرطانات ده حق من حقوق الإنسان، لما يبدأ التعليم ده حق من حقوق الإنسان، لما يبدأ في طرق كويسة مش ده حق من حقوق الإنسان. أصل حقوق الإنسان ما ناخدهاش من الجانب الضيق اللي المنظمات المأجورة بتشتغل عليه ضد مصر بأجندات. حقوق الإنسان إنه يعيش عيشة جميلة في كرامة وأمن وأمان، ويكون له سكن آمن، بيت آمن، حياة آمنة، نظام آمن، يعني عنده سكن، عنده بيت، عنده أكل وشرب، عنده رخاء، عنده طرق، عنده صحة، عنده تعليم، عنده كل شيء. بده حقوق إنسان. هي حقوق الإنسان، حقوق الإنسان اللي هي نفس هذه الحقوق. إنما حقوق الإنسان اللي بتاخدها المنظمات المأجورة غير مرادش إلى غير ذلك، دي كلها بأجندات دولية مدفوعة ضد مصر، الهدف منها إسقاط مصر. وإن شاء الله مصر إلى يوم الدين لن يستطيع، لا والله، لأن على مر التاريخ مصر دايما بتيجي كل المخططات الإرهابية وتسقط في مصر، بدليل لما جت عايزين نشوف وائس لما اكتسح الصليبيين مصر، العالم كله جه من أفغانستان باكستان جم هو لحد مصر، كسروا في مصر، تم إعداد الجيش المصري في مصر وهزمناهم وهزم في حطين في سوريا. الجيش المصري، الجيش المصري هو عماد الأمة العربية. مصر دائما حجر عصرة أمام كل التطورات كل الأمور وكل الهجمات التتارية اللي بتيجي على المنطقة العربية، لأن هي أمن وأمان المنطقة العربية، لأن هي القلب بالنسبة للوطن العربي والعالم وممرات وطرق. فلو القلب توقف توقف الجسد، فلو سقطت مصر سقطت المنطقة العربية بأسرها. طيب ممكن نعرف الترتيبات والتجهيزات اللي وزارة الداخلية بتعملها في أحداث عالمية عشان توري صورتنا الحسنة أمام العالم، زي مثلا كاس العالم، المسيرة الفرعونية اللي يشهدها العالم كله دلوقتي، التجهيزات بتاخد منهم قد إيه، أو الترتيبات دي بتبقى محطوطة في دماغهم على أساس إيه بالظبط؟ أنا عايز أقول لهم عليك حاجة، إحنا بلد النهاردة ما بنعيش بعشوائيات، مصر النهاردة بتشتغل بنظام علمي، عندنا مراكز استراتيجية بتخطط كل هذه الأمور والخطط بتطلع وبتنفذ حرفيا. مصر النهاردة بتضارع الدول العظمى زي أمريكا وأوروبا، كل حاجة عندنا بالتخطيط، ما عادش عندنا حاجة عشوائية، عندنا كل الدولة بتشتغل مع بعضها في نطاق واحد في صورة فرد واحد
في صورة جهاز واحد، في صورة عمل واحد، اللي هو يظهر العمل كله ان هو عمل جماعي وداخل بحيث ينجح، يظهر العالم ان مصر فيها نظام. النهارده بطولة كأس العالم لليد ديت مش أي بلد في العالم تقدر تعملها إلا مصر. ليه؟ عندنا السادات، عندنا قوات أمن سهرانة على أمن البلد، عندنا نظام، عندنا كل حاجة في قدر. مصر النهارده بتدار بطريقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدار بطريقة علمية، مراكز استراتيجية معظمها شباب زي سعادتي كده من ال 25 لل 35 لل 40، لأن مصر النهارده 65% منها شابة. شباب، ما قوة مصر في شبابها، مش قوة مصر مش احنا زي اوروبا والجلال العجوز، لا، قوة مصر في شبابها. 65% من الشعب المصري النهارده من الشباب، والشباب الكويس، بدليل الرئيس عمل كذا مؤتمر للشباب، وكل هذه المؤتمرات الدولة بتنتقي منها العناصر والخبرات المميزة اللي بتقدر في كل مجالاتها وكل تخصصاتها انها تستطيع انها تنجح في عملها وانها تكون ناجحة بعمل منظم علم حديث. مصر النهارده دولة بتشتغل بأجندات علمية مش بأجندات فردية، مؤسسات دولة كلها بتشتغل تيم ويرك واحد حتى تنجح هذه الدولة. هو فعلا سيادة الرئيس يعني من وجهة نظري الشخصية أحسن حاجة اتعملت في الفترات اللي فاتت هي مؤتمرات الشباب لاستنباط وجهات نظر مختلفة من الشباب واكتشاف بالظبط العناصر الشابة النشيطة المؤهلة المثقفة القادرة على إدارة أمور كل في تخصصه. أكيد. بدليل الشاب أحمد زويل طلع من مصر راح أمريكا تم تهيئ الجو له معامل وهو لغير ذلك خد نوبل للسلام. مد يعقوب عندنا مصر فيها عظمة النهاردة. إحنا النهاردة الفكر ده بنوفر كل هذه الأمور في الجامعات زويل وهو لغير ذلك حتى نصل إلى العالمية في النظام العلمي، وعندنا دولة بتدار بأسلوب علمي حديث، مش بأسلوب فرض واحد، لا، بتدار بأسلوب علمي حديث، وعندنا رئيس سهران على منظومة هذه البلد، عندنا أجهزة تنفيذية سهرانة، عندنا شرطة، عندنا جيش، كل هذه الأمور مش معمولة إن هي كده ده بيخطط، لا، كل هذه الأمور عمل منظم جماعي تيم ويرك واحد بينظم كل هذه الأمور. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، معاكم ضحى نجاح، برنامج انا وضحى، ومعايا ضيفي النهارده المستشار رمضان عزام المحاضر الدولي لحقوق الانسان لضباط الشرطه. اهلا بحضرتك تاني يا فندم. اهلا بيك يا سياده المستشار. في الفتره بتاعت يناير كده ظهرت صوره لبعض عناصر الشرطه القليله جدا اللي كانت بتصادم الصوره القهريه مع المواطنين ايام العصر السابق، فقد ايه الصوره دي اتطورت وقد ايه وزاره الداخليه حاولت تطور الصوره دي عشان المواطنين يرجعوا تاني بقوتهم في الالتئام والتحام مع بعض تاني. احنا النهارده بنعيش مع مصر الحديثه بقياده الزعيم عبد الفتاح السيسي. مصر الحديثه دي اتطورت نفسها في كل الامور، يعني فلتره لكل شيء، فساد، اهمال، تجاوزات. عندنا رئيس سهران، عندنا رئيس بيقدر بالأجهزة الموجودة مع المراكز الاستراتيجية بنقدر نبحث كل أخطائنا ونعالجها في كل مكان. إذن عندنا فيه رقابة النهاردة، كل هذه الأمور تم تجاوزها وأصبحت النهاردة لا يوجد أي شيء من هذا الإهمال إطلاقا. والشرطة المصرية الشخص المهمل أو الشخص اللي فيها أي اللي ظاهر عنده أي تصرف بيستبعد من المنظومة، لأن العنصر الفاسد في أي مكان دايما بيستبعد. ده لأن إذا يعني ده بيؤدي إلى نجاح المنظومة. فالشرطة المصرية النهاردة بتشتغل بأسلوب جديد وعلم جديد ومنهج جديد، وبتواجه كل مشاكل الوطن وأزمات الوطن. وكل راجل شرطة ضابط أو صف أو أمين أو لغير ذلك
بيساعد المواطن المصري في جميع طلباته وفي جميع كل أموره الحياتية. بدليل النهاردة لما أنت بتروح المرور بدل ما كنت بتقف في شباك طويل عريض عاد النهاردة بتروح عاد كله ميكنة ميكنة حديثة حاسب آلي بزرق. فده التطوير اللي دخل على الشرطة. عايزة تروحي تطلعي شهادة ميلاد بتطلعها في 5 دقايق، مفيش، بتروحي تدفعي على طول تمشي، ما عادش عدي يوم وتوابير وائل غير ذلك. فبطاقة نفس الطريقة، تصور النهاردة طلعها مستعجل بكرة بكذا. الأحوال المدنية كل هذه الأمور تم بتطورها، أصبح فيه راح المواطن يدخل مكان اللي في الشرطة مصلحته ما تاخدش 5 دقايق أو 10 دقايق، مفيش تعقيدات مفيش تجاوزات. كل هذه الأمور ده إن دل على هذا يدل على التطوير دايما في المنظومة المصرية، لأن المنظومة المصرية الحديثة النهاردة بتشتغل كلها حاسب آلي بالعلم، ومع مر الوقت هتكون كل الأجهزة المصرية أو كل ديوانات الحكومة المصرية بالحاسب الآلي بالعلم. كمبيوتر تدخلي على الحاسب الآلي على أي موقع تاخدي اللي أنت عايزاه. فأصبح النهاردة الشرطة المصرية واعية لكل شيء، ما عادش النظام القديم عاد كله حديث، لأن الشرطة المصرية بتمتلك النهاردة كل الأجهزة الحديثة. وإحنا عندنا النهاردة مصر طبعا أطلقت قمر صناعي للاتصالات المصرية بيوفر كل هذه الأمور. أصبح كل اتصالاتنا وكل تصرفاتنا ملكنا وتحت سيطرتنا، ما بناخدش من أي جهاز أو أي مكان. فإحنا ده كله عندنا الشرطة المصرية النهاردة بتعرف توصل للمجرم وللجاني اللي بيخطط ضد البلد في أي مكان معين، بدليل تليفونه لو في لو بتعرف في دقايق تجيبه بالتليفون بتاعه. إذن عندنا كنترول أمني حديث جميل منظم بنطارع زي أي دولة في العالم. وإذا كانت الهزة حصلت عندنا ما هي حصلت في أعظم دول العالم، أم الديمقراطيات في يوم وتم اقتحام أعظم الأماكن في أمريكا، أم الديمقراطية اللي هي بتتشبث بحقوق الإنسان والديمقراطية ولا غير ذلك. فإحنا زينا زيكم يا أهل بلدنا، ما عادش حد فوق حد، عاد كله زي بعضه النهاردة. فإذا كان عندنا خطأ هم عندهم أخطاء، بدليل إحنا حتى ما كانش عندنا جيشنا التحم مع الشعب في 25 يناير مش شرطة بس، لا هم عندهم تم اختراق المكان والدنيا كلها أصبحت. إحنا في مصر كان عندنا تحكم أكتر كماني، فإحنا من النهاردة المفروض نفرح إن بلدنا فيها منظومة أمنية على مستوى عالي، فيها كل شيء موجود، فيها شرطة صاهية صهرانة على كل مصالح البلد، فيها شرطة مصر. بدليل هذه الشرطة النهاردة محاربة الإنجليز، وانت لسه في أول بداية الحلقة بتتكلم عن عدد الجنود والضباط، وشوف إزاي الشرطة المصرية في مديرية أمن الإسماعيلية بالبنادق القديمة قدروا ان هم يحاربهم الدبابات والأسلحة الحديثة بتاع المحتل البريطاني، واشتغلوا ووقفوا ضدهم وما سلموش كده هباء منصورة، وكانوا قادة ونواة وأبطال عظام. إذن والتحم معهم الشعب المصري في المقاومة مع الشرطة المصرية، وما قدرش الإنجليز يقتحموا مديرية أمن الإسماعيلية إلا بعد التفاوض. وإن دل هذا فإنما يدل على أن المصري على مر التاريخ أو مر العصور بيقدر أن هو بيخاف على بلده ومصلحة بلده وأمن بلده. فالشرطة المصرية النهاردة على أعظم ما يكون، ما فيش فيها أي تقصير، ما فيش فيها أي شيء النهاردة. ولكن دايما لما بنقش في الورد عيب بنقول له احضر احمر الخدين، فدايما الناس كده لان كله عايز ينال من مصر. واحنا النهارده في ظروف صعبه، بلد في الاربع اتجاهات بتاعتها يعني حوالينا ارهاب في سيناء، حوالينا في البحر المتوسط مش في شرق البحر المتوسط ثروتنا وملكنا والبترول والغاز بتاعنا عايزين ياخدوه مننا. ولكن احنا السودان سد النهضه كل مكان عندنا. مصر دي الكريمه بتاع رب، دي الوردة بتاع ربنا في الأرض، لأن دي الأرض اللي ربنا في العالم كله في الدنيا كلها مفيش أرض تجلى عليها المولى عز وجل إلا مصر. لما جه في الوادي المقدس طوى ولسيدنا موسى قال له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى إن اخترناك، فدي أعظم أرض في الدنيا، دي الجنة، دي الجنة بتاع الأرض مصر، دي الجنة بتاع الأرض. ولما جه سيدنا موسى سيدنا يوسف الرب يعني ربنا جعله أمين على خزائن الأرض، خزائن الأرض مصر، مصر هي كل شيء، مصر أم الدنيا. اللي ما بيجيش مصر ده ما شافش الدنيا كلها. احنا لفينا كل دول العالم بنروح وبنيجي، ساعة ما بتشوف الهرم وبتشوف مصر وبتشوف دنيتها بتبكي لا إرادي على حبك لبلدك وحبك لمصر.
فيكفي. النهارده العالم كله برد وتلج والدنيا عندنا شمس ساطعه، عندنا جو جميل، عندنا بلد ربنا حبيها بكل شيء سبحانه وتعالى. هو فعلا بالتعليق برضو على موضوع الاحتلال البريطاني زمان والحادثه بتاعت الاسماعيليه، حتى الاحتلال البريطاني نفسه اعترف وقال لقد قاتلت الشرطه المصريه بشرف وبساله واستسلمت بشرف وبساله برضو. اصل يعترف او لا ما او لا يعترف فده حق، والحق موجود. واحنا مش بالاحتلال البريطاني بس، احنا ما لما جه الصليبيين غزوا كل شرق اسيا، المنطقه اللي فيها القلاقل هذه الايام دي، جم على والعراق والغرق، جم على مصر هزمناهم. اول ما هزمناهم فين؟ موقعات المنصوره اول 1250، واللي هزمتهم شجره الدر. الملكه المصريه وزوجها توفى، اخفت خبر وفاته وهزمت الصليبيين في موقعات المنصوره. واثر ملك فرنسا في دار ابن لقمان في المنصوره اللي هو التاسع، وتم اسرهم في المنصوره وهزمتهم من اهل المنصوره. ولما جم برضو الجيش مشى، يعني تم تجهيز الجيش في مصر وهزم الصليبيين في حطين. فشهدوا او لم يشهدهم دي حقيقه وواقع. احنا اصل الدنيا دي بلد حضارتها 7000 سنه، احنا اول بلد في الدنيا عارفين فنون الحرب والقتال، كانوا دول لسه ما توجدوش على الوجود، دي كلها دول حديثه. انما احنا مصر 7000 سنه حضاره. مصر ربنا حباها بقائد حاميها من كل المؤامرات الخارجيه، قائد بيشتغل على العلم الحديث، بيشتغل بفكر حديث، بيشتغل بتكنولوجيا حديثه. عمل دوله، عمل عاصمه اداريه تاخد من العاصمه الاداريه. احنا كان دايما بوابه مصر الشرقيه سينا، كل الهكسوس كله بيجي لنا من سينا. الرئيس دخل كل هذه المنطقه، تم اعمارها، اصبحت حائط صد، مزارع سمكيه، افتتاحات مشاريع مزارع سمكيه، ثروه قوميه كبيره، انتاج، تغطيه احتياجات، كل هذه الامور. النهارده لو احنا بصينا احنا عندنا غلاء ايه؟ الخضار والطماطم والخيار والغير ذلك، السعر النهارده زي من 20 سنه. لو جينا احنا النهارده لما تشوف المزارع السمكيه والخيارات اللي الرئيس افتتحها الاسبوع ده، تحس ان خيرات ربنا ده كله عشان يبقى في عندنا اكتفاء ذاتي. القمح اللي كنا بنستورده من بره ما عدناش محتاجين للقمح، برضه بيحاول بيزرع ارض شاسعه عشان يبقى عندنا اكتفاء ذاتي. فمصر دي خزائن الارض. طب سياده المستشار، بمناسبه التطويرات والتحديثات، اكيد في تطويرات وتحديثات طالت وزاره الداخليه في اختيارها او معاييرها لاختيار الضباط الجداد في اكاديميه الشرطه. قد ايه تغيرت او قد ايه تطورت او قد ايه اختلفت المعايير؟ المعايير بتختلف حسب التقييم الشخصي وحسب السيرز وحسب التقييم وحسب التقارير وكل حاجه، حسب سلوكه، حسب نظامه، وحسب وضعه، وحسب مده الخدمه. وبيقيم بايه؟ بيقيم مجرد ما دخل على رتبه بيقيم. راجل ماشي حسب معاييرك وزاره الداخليه، اهلا بيه، فاضل مستمر في عمله. في اي ملحوظه خلاص. فالتقييم ماشي بطرق علميه. النهارده ما عادش فيه مجاملات، يعني ما عادش تقييم فلان له قريب هنا لواء او له قريب هنا مش عارف ايه او هنا ايه أو لا 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 لا. عاد التقييم النهارده تقييم علمي حسب المقدرات الشخصيه للشخص نفسه. بدليل لما الطلبه تدخل كليه الشرطه، لو احنا شفنا الطلبه المتقدمين لكليه الشرطه والكليات الحربيه، بنلاقي ان الرئيس حضر بعض هذه الاختبارات. دليل ايه؟ ان راس الدوله او قياده الدوله هي اللي بتباشر كل هذه التغيرات بنفسها. ما عادش فيه يعني اي معايير من معايير الواسطه او المعارف او الغير ذلك، كل النهارده بياخد حقه في مصر. ومع مرور الوقت ومع مرور الزمن ومع الايام هتقدر تشوفي هنقدر نتطور ونجدد ونحدث. واحنا طول ما بنجتهد طول ما في نجاح، ودايما الاجتهاد والان كل حاجه. ربنا خلق السماء والارض في 6 ايام، ولقد خلقنا السماوات والارض وما في 6 ايام. مش هنيجي النهارده نغير المنظومه دي كلها في يوم واحد، لا، لازم في تريث، في امور، وكل واحد ياخد حقه عشان ما يتظلمش حد، عشان ما يتظلمش ايه؟ انسان ان هو كان كذا وده ظلموني وارجع وروح محاكم. لا، كله بيشتغل بما انزل الله من كتاب. واحده واحده زي ما بقولهم الامور هتتحسن، الدنيا هتبقى كويسه، مش هيكون في اي شيء. وان شاء الله مع مر الايام مصر الحديثه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هتكون في مصف الدول
ان شاء الله رب العالمين. بدليل ان اقتصادنا زاد، عندنا النهارده الاقتصاد زاد، عندنا تعمير، عندنا طرق، عندنا مدن جديده. شوفوا كم مدينه جديده، المنصوره الجديده، العاصمه الاداريه، المدن الجديده كلها، مناطق الصعيد كلها اللي كانت مهجوره النهارده، اللي كانت مهجوره اصبحت مناطق استثماريه. بدل ما كان الصعيد عندنا بيقول طارد لناسه وبيجوا يعيشوا في القاهره ويعملوا تكدس سكاني وبيعملوا الى غير ذلك، كله النهارده هيشتغل هناك. يبقى برضه خلخله الكتله السكانيه الاجتماعيه، بدل ما كنا قاعدين على 6% من كتله مصر، النهارده كل، لو انت بصيت الخريطه المصريه تلاقي فيها تعادل وتوازن، زي الترابيزه دي متعادله ومتوازنه. كل ما كان في بناء، كل ما كان في تعمير، في قائد، في جيش مطور، عندنا جيش تاسع جيش على العالم. يعني اذا كل مكان فيه شغل النهارده، كل مكان فيها عمل، كل مكان بتخصصه في مكانه، جيش بيتم تطويره، بناء، تنميه، ازدهار، اكتفاء سكان، اكتفاء غذائي، كل شيء عندنا، مزارع، مزارع، مزارع سمكيه، كل شيء عندنا. لو طيب ما كانش التطوير ده كنا وصلنا لمرحله. طب بمناسبه التطوير، الشرطه بكل اداراتها سواء كان تموين، صحه، مطارات، ايا كان، كل مجال جديد في البلد دلوقتي بيحصل فيه خطه تطويريه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد ايه الشرطه بكل اداراتها دي متابعه لكل التطويرات دي وبتامنها؟ ايه خطتها لتامين هذه المشروعات الكثيره؟ كل وزاره لها خطه عمل، والخطه بتتعرض على رئيس الوزراء، اكيد، ورئيس الوزراء بيعرضها على الرئيس، والرئيس بيعتمد هذه الخطه، وبتتعرض على المراكز الاستراتيجيه التخصصيه الموجوده. كل وزاره لها مراكز استراتيجيه تخصصيه، من الناس المختصين في المجال الامني له ناس، في المجال العسكري الجيش وقوات المسلحه له ناس، مجال التخطيط له ناس. النهارده ما انا بقول لك مصر بتدار، احنا النهارده زي امريكا وزي الدول الاوروبيه، الرئيس بيجي بنفذ اجنده محطوطه له خطه استراتيجيه لمده 50 سنه. النهارده مصر بنشتغل 20-30، بنشتغل خطط استراتيجيه 20-30، بناخد كل سنه بسنتها. كل جهاز له تطويره، كل جهاز له خطته في العمل. المرور يشتغل ازاي؟ الامن الدولي يشتغل ازاي؟ الامن العام يشتغل ازاي؟ كل جهاز له تطويره وله منظومته وله الرئيس بتاعه. وله برضه قلت لك عندنا دي دوله بتدار بمراكز استراتيجيه علميه، ما عادش عندنا في اتخاذ القرار اي همجيه على الاطلاق، عندنا القرار بيطلع مدروس، ولو فيه اي شيء بيعاد النظر في القرارات، مش عيب. أكيد. الرئيس، احنا عندنا رئيس بيعترف بكل حاجه في مؤتمراته قدام العالم، وفي حوار بسيط جميل مع المسؤول، بقف مع المسؤول يقول له كذا كذا، يراجعه في كذا، وبيكتب في الاجنده. لو احنا نبص للرئيس عندنا قاعد في اي مؤتمر او افتتاح، اي ملحوظه بيشوفها في الاداء بيكتب في الاجنده. بدليل احنا كان عندنا النهارده السكك الحديديه كل يوم حادثه، كل يوم قطر واقع، النهارده لا، ما عادش عندنا خريطه سويس جديده، القطر الالماني الجديد السريع ده، سيمنز ده، ده خريطه سويس جديده، هتاخد البضائع من ميناء السخنه في البحر الاحمر هتوصلها البحر المتوسط. ده رئيس بينظر للتطوير، فما بالك الشرطه مش هتكون مطوره؟ كل شيء عندنا فيه تطوير. تمام، نطلع بالفيديو ده ونرجع تاني.
كده نكون تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة. في نهاية الحلقة بالظبط تحب تقول ايه بمناسبة عيد الشرطة؟ مصر وقائد مصر وشرطة مصر وجيش مصر وكل المصريين بالزبط. كل عيد شرطة وانتم طيبين ومصر بخير وأمن وأمان وسلام، ويا رب دايما تكون مصر في العلا. وزي ما الشاعر قال: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما عقب التحدي. ونقول طوف وشوف، ونقول إن مصر ديت أم الدنيا، وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام كفون الكلام في سابق الدهر عند التحدي. سمع الله لي، معناه ان ربنا حارس البلد دي بعينه، لان دي البلد الوحيدة في الدنيا اللي ربنا تجلى عليها ونزلها وظهر فيها. فمين في اعظم تكريم في الدنيا اعظم من كده؟ لان مصر دي ام الدنيا، لان هي لو احنا بصينا الجزيرة العربية نلاقي ام العرب السيدة هاجر المصرية القبطية، ونلاقي نبينا عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد تزوج أيضا من ماريا القبطية والوحيدة اللي جاب منها ولد. فمصر دايما مرعية محمية بحقوق الله. لو بصيت في القرآن تلاقي صور كتير، كل معظم تمن صور القرآن بتكلم عن مصر. طه الأعراف، يا مصر، مصر فيها كل شيء. يعني مصر دي عظمة ربنا في أرضه، كنانة الله في أرضه. فيا رب دوم الأمن والأمان على مصر وقائد مصر وزعيم مصر وشرطة مصر وجيش مصر، وكفينا شر العملاء والمخربين اللي هم دايما عايزين يحيكم مؤامرات ضد مصر، المأجورين اللي هم مأجورين عشان يشتغلوا ضد مصر، لأن دول الأشخاص عدماء الزمم. فنقول يا رب احمي مصر بلدنا، بلد الأمن والأمان. كل سنة وانتم طيبين. حياك طيب. هو فعلا بلد مصر بلد الامن والامان، بدليل ان تلات ارباع الجاليات العربيه لما بيحبوا يلتجئوا البلد اول بلد بيفكروا فيها هي مصر. وعايزين نشوف قالوا ايه، يعني في بالظبط ناشرين فيديوهات بيقول لك لو انت مالكش وطن روح مصر. بالظبط. وعايزين نشوف الدول العربيه حقوق الانسان اللي بتتزرعوا بقى ده ما اشتغلوا حقوق توكل كرمال وغير ذلك. تمام. تم سوريا، نشوف سوريا، نشوف اليمن بالظبط، نشوف لبنان. هو بالفعل نشوف العراق. بلد الامن والامان بالنسبه للوطن العربي كله، اصل ربنا حكم عليها بالامن والامان. رعى الله مستامنا ليس يدري الى اي حد اذا دار يهدي الي الامان. بلد مصر بلد الامن والامان والعلم والعلماء والقران الكريم كل يعني عام وانتم بخير. القران نزل في مكه وبيطلع في مصر. كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الشرطه وعيد الثوره بما لها وما عليها. كان معاكم ضحى نجاح وضيفي المستشار رمضان عزام المحاضر الدولي لحقوق الانسان لضباط الشرطه. استنونا الحلقه الجايه كل يوم اثنين الساعه 3 العصر على قناه الصحه والجمال.